طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض تدليسات الإمام، والنهاردة برضه بإذن الله تعالى هنتكلم عن بعض تدليسات الإمام على علماء أهل السنة الجماعة، وسوف نورد بعض الأدلة على عدم عصمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الحلقة برضه الماضية اتكلمنا إن العصمة هي المنع، العصمة هي المنع، معنى المنع أي ممنوع من الله ألا يذنب، لا يخطئ، لا يسهى، لا ينسى إلى آخره، من عصمة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. طبعا قلنا عشان أنا أقول أن الله عز وجل منع فلان لابد أن يكون هناك أدلة، الأدلة يجب أن تكون ثابتة أي قطعية الثبوت، ويجب أن نفهم منها معنى واحد فقط أي قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. تمام؟ لأن الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب إيه تاني اتكلمنا فيه؟ اتكلمنا على أن قول العالم يستدل له لا يستدل به، يعني إن إحنا لو قلنا أن جميع أقوال العلماء ملزمة إذن أصبح العلماء أيضا معصومون، وده طبعا لا يدخل عقل بشر. إذا أردت أو إذا أراد الشيعي أن يلزم أهل السنة والجماعة بأقوال علماء أهل السنة والجماعة وإن أخطأوا، فيجب على الشيعي أيضا أن يلتزم بأقوال أو بجميع أقوال علماء الشيعة وإن أخطأوا، فلا يقول بذلك عاقل. وطبعا استعرضنا بعض الآيات التي تنفي مسألة العصمة عن أئمة الشيعة، واستعرضنا برضو بعض الروايات عن يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العصمة، وهي تنفي أيضا العصمة. والنهاردة بإذن الله تعالى برضو نستدل ببعض الروايات من كتب الشيعة على نفي العصمة عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة يعني مسألة عقلية بحتة، وزي ما احنا قلنا ان ما استطاع اي شيعي يأتي بدليل واحد على العصمة، كلها يعني يأتي بدليل مليان احتمالات، ممكن انت تستدل به على شيء وممكن هو يستدل به على شيء اخر، فما ينفع. وقلنا الكلام ده ان الدليل اذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، فلازم القواعد دي كلها الواحد يستحضرها وهو بيعمل مناظرة أو بيعمل مناقشة مع أي حد، على أساس أن القواعد دي تبقى ملزمة للجميع سواء سني أو شيعي. طبعا الروايات والآيات هي يعني جئنا بها لكي نضحك بها شبهات الشيعة في مسألة العصمة، والمسألة العصمة يا أخوانا حتى كمان عقلا لا تستقيم، عصمة الأئمة لا تستقيم، لأن احنا قلنا لو أن العصمة مثلا للاتباع فهناك آيات تنفي أن يجب على المتبوع أن يكون معصوما لنقل مثلا الحديث أو نقل الروايات، لو قلنا عشان الطاعة فجبنا بعض الآيات التي تتكلم عن مسألة الطاعة وليس فيها عصمة، ليس واجبا على أن أتبع فلان أن يكون معصوما. جبنا طبعا يعني روايات على مسألة نقل العلم نفسه، هل يجب على ناقل العلم أن يكون معصوما؟ طبعا جبنا كل الآيات ديت، وما في آية واحدة في كتاب الله عز وجل تدل على مسألة العصمة، وإلا لو طبقنا مسألة العصمة على النقل وعلى الطاعة والكلام ده كله هنحتاج لآلاف المعصومين في كل زمن. طبعا يعني طبعا تعرفين العالم كبير، يعني يتكون من بلاد، والبلاد تتكون من محافظات، والمحافظات تتكون من قرى، يبقى هنحتاج لكل قرية بل لكل شارع معصوم عشان النقل وعشان الطاعة، والمحاكم طبعا لابد أن يكون معصوما وإلى آخره. فلما سألنا سؤال وقلنا لماذا العصمة، يعني لماذا الله عز وجل أعطى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العصمة، فكان المفروض أن الجواب مثلا يكون لحفظ دين الله عز وجل، للبيان، للكلام ده كله المفروض كده، ولكن تفاجأنا بالشيعي عشان يهرب من المسألة دي كلها قال لك أن العصمة دي مرتبة، يعني هم نالوا المرتبة وخلاص، يعني مش مشكلة هم يعملوا بها إيه كالعادة برضو، زي الولاية التكوينية، زي علم الغيب، زي علم متى يموت وكيف يموت ولا يموت إلا باختيار منه،
كل ده كله ولا لي أي لازمة معاهم، لأنهم أصلاً ما استعملوش. يعني مسألة تحصيل يعني شيء ما أستفيد منه أصلاً أو أستعمله في يوم من الأيام. النهاردة هنكمل بعض تدليسات الإمامي، هنبدأ بيها ألا وهو تدليسه على الفخر الرازي. الفخر الرازي لما جاب آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فطبعا جاب أقوال كثيرة جدا في المسألة، وقال وهو رجح من بعض الأقوال ديت أن تكون العصمة للأمة، يعني إجماع الأمة، يعني أولي الأمر هو الإجماع الأمة. وطبعا قعد يرد على بعض الذين قالوا هم العلماء والذين قالوا هم السلاطين والذين قالوا هم قادة الجيش، فهو رد عليهم ببعض الردود حتى ينفي هذه المسألة. وطبعا يعني للإحقاق يعني المسألة يعني هو كلامه فيه شيء من الحق وشيء يعني غير ذلك، مش هنقوله طبعا من الباطل، ولكنه أخطأ عندما يعني حدد المسألة. ولكن هناك يعني بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني إجماع الأمة أو لا تجمع لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهو أخذ من هذا الباب وطبقه على هذه الآية. والذي ينفي طبعا يعني الاعتماد على القول دوت، لو قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عين أسامة بن زيد على الجيش. فهنا حنسأل طبعا الشيعة سؤال، نقول لهم هل طاعة أسامة بن زيد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم طاعة واجبة أم لا؟ طبعا الشيعة ما يستطيع نقول لك إيه يعني لا الطاعة يعني الطاعة مطلقة، ما يستطيع الشيعة يقول لك لا دي ليست طاعة مطلقة ولكن طاعة مقيدة، فإن قال طاعة مقيدة فقد أسقط مسألة الطاعة المطلقة، وإن قال لا لا طاعة مطلقة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط برضو الإلزام بتاع الآية، وإن قال نعم الطاعة مطلقة لأسامة بن زيد فقد عصم أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فالمسألة مسألة عقلية ومسألة سهلة جدا للإنسان اللي عايز يصل إلى الحقيقة، لكن الإنسان اللي مش عايز يصل إلى الحقيقة يقعد يلف ودور كالعادة، وكما تعودنا من الشيعة لف ودوران لف ودوران وتنزيه وترقيع والكلام ده كله، لكن الإجابة البسيطة جدا بتدخل قلوب البشر وتدخل عقول أيضا البشر. بماذا دلس لما أنا قرأ كلام الفخر الرازي؟ وطبعا يعني الفخر الرازي طبعا لا يرى عصمة لأحد بعد الأنبياء، يعني لا يرى عصمة لأحد بعد الأنبياء، وقول واضح وهنقرأه إن شاء الله. ولكن هو قرأ المقدمة بتاعت الفخر الرازي وتوقف هنا، مع إن أصلا الفخر الرازي من ضمن الآراء اللي جابها آراء الشيعة في المسألة، ورد على الشيعة رد مفحم جدا جدا على الشيعة. فهنا احنا بنقوله ايه؟ بنقوله دلس وبطر حتى يتماشى الكلام معاه. فدائما يعني الإمامي يأتي بسطر ويترك سطور حتى تتماشى الفكرة مع الموضوع اللي هو بيطرحه. ماذا قال يا أخوانا الفخر الرازي في المسألة؟ وطبعا كالعادة بقرأ من الموقع، بس الحمد لله رب العالمين الموقع ما في أي تدليس زي ما أو كما يفعل الإمامي أو أحمد اسمه إيه ده البنت النصرانية دي اسمها إيه مش عارف ماشي نسيتها. بيقول إيه أخوانا هنا الفخر الرازي؟ بيقول إيه؟ بيقول وخامسا أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوف على فتاوى العلماء، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ أو أولي الأمر عليهم تمام أولى. وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الرافض أو الرافض ففي غاية البعد الوجوه. يعني هو بيقول إيه؟ إن حمل الآية ديت على أئمة الشيعة اللي هم بيقول عليهم معصومين غاية في البعد الوجوه. قال إيه؟ أحدها ما ذكرناها أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم، يعني الطاعة مشروطة بالمعرفة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية هل كنا نعلم منهم؟ بالطبع لا، بالطبع لا. فكيف كما قال يعني الإمامي كيف نطيع أناس لا نعلمهم؟
فاكرين انتوا لما انا قلت له والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، قعد يقول لك كيف نطيع اناس لا نعلمهم. فنحن نساله برضو ايضا نفس السؤال اللي ساله الفخر الرازي، كيف نطيع اناس لا نعلمهم كما يقول او يدعي الشيعة. تمام، احدهم ما ذكرنا ان طاعتهم مشروطه بمعرفتهم وقدره الوصول اليهم. يعني بقول لك طالما هم المفروض ان احنا نطيعهم يبقى احنا لازم نعرفهم ولازم ايه؟ لازم نصل اليهم. طيب اذا كنا لا نستطيع معرفتهم ولا نصل اليهم فكيف نطيعهم؟ فالله المستعان. كلام طبعا يتماشى مع العقل البشري وليس يتماشى مع عقل الروافض. فلو اوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق. يعني لو ربنا امرنا بان احنا نطيع من لا نعرفه فهذا امر لا يطاق. يعني ما يعني هنتابع زي واحد يقول لك ايه احنا عايزين نبايع الامام المهدي، طب وقفين الامام المهدي بايعه وخلاص ازاي؟ يعني زي واحد يقول لك ايه اسمع واطيع للامام المهدي، طب هو فين امر الامام المهدي عشان نطيعه فيه او كده وخلاص؟ تمام، فهو بيقول ايه، فلو اوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق. تمام، ولو اوجب علينا طاعتهم اذ صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا. يبقى لازم عشان نشوفهم لازم نطيعهم. طب المشروط ده ايه؟ طيب، وظاهر قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يقتضي الاطلاق، وايضا ففي الايه ما يدفع هذا الاحتمال، وذلك لانه تعالى امر بطاعه الرسول وطاعه اولي الامر في لفظه واحده، وهو قوله اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر منكم، واللفظه واحده لا يجوز ان تكون مطلقه ومشروطه معا. فلما كانت هذه اللفظه مطلقه في حق الرسول وجب ان تكون مطلقه في حق اولي الامر الثاني. يعني هو بيقول لك طالما اللفظه يعني مطلقه يبقى اذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اولي الامر، يعني الطاعه واجبه للنبي صلى الله عليه وسلم وواجبه على اولي الامر. وطبعا ده لا يتحصل. ايه انه الثاني، انه تعالى امر بطاعه اولي الامر، واولي الامر جمع، واولي الامر جمع، وعندهم لا يكون في الزمان الا امام واحد، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر. وحمل يعني هو بيقول ايه، الفخر الرازي بيقول ان الآية جاءت بالجمع يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر هي جمع. تمام، والشيعة يقولون ان الامام في زمن واحد. اذا ان قالوا ان الامام هو علي بن ابي طالب فعلي بن ابي طالب مفرد والآية جاءت بالجمع، ولا يجوز امامان في وقت واحد. فلو كان هذا إمام إذن هذا تنصيب إمام مع إمام، إمام مع إمام. طيب بيقول إيه، وثالثهما أنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام، فردوه إلى الإمام. فثبت أن الحق في تفسير الآية بما ذكرناه، يعني ذكرناه سابقا. ده كلام يا اخوانا الفخر الرازي طبعا اللي ما قرأه المدلس احمد الامامي. فهو الفخر الرازي جاب بعض الاقوال وبعد كده ابتدى يفند بعض الاقوال، فده بصره طبعا احمد الامامي في المناظرة. والحمد لله رب العالمين دائما ما نكشف زي في الرافضة. حتى كمان في المناظرة قلت له اقرأ كم من كلام الفخر الرازي عندما رد على الشيعة، قال لك ها 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 ها، وبعدين قرأ كلمتين وسكت. أيوة أحمد ماجد. طيب هنبتدي يا أخوانا نستعرض بعض الأدلة على عدم عصمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا أخوانا، حتى لا يظن الشيعة ان احنا اننا ننتقص من قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو مش مسألة انتقاص، هي مسألة ان احنا عايزين بس نقول لكم يا جماعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زي بالظبط زينا بالظبط، يعني لا يفرقون عنا. ممكن انسان منهم ما يفعل معصية، يكون هو عاصم نفسه من المعصية، ما يقدم على معصية، ما يقدم على كبيرة، يحفظ نفسه من المعاصي، ما في اي مشكلة. يعني هي ما في اي مشكلة، ولكن إيجاب العصمة لهم من الله هي دي اللي فيها مشكلة. إن أنت نسبت شيء لله ليس موجود عند
الأئمة عندك أو فرضه الله عز وجل عليه. طيب بنقول إيه إخوانا هنا؟ طبعا كتاب الفقيه التهذيب وإلى آخره طبعا موجودة، اللي عايز يسأل بعد كده هي موجودة، يرجع للفيديو وشوف رقم الرواية وكده. وبإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسن عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام قوم يستفتونه فلم يصيبه، فقال لهم الحسن عليه السلام هاتوا فتياكم فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فإن أمير المؤمنين عليه السلام من ورائكم. يعني المسألة بسيطة، ناس جم يستفتوا الحسن رضي الله عنه وأرضاه، فبيقول لهم يعني إن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين وإن أخطأت فأمير المؤمنين من ورائكم. يعني أنا أصلا الحسن رضي الله عنه وأرضاه يثبت للشيعة أنه من الممكن أن يخطئ، يعني يخطئ في الفتية، ممكن منها يخطئ مش معصوم، تمام. والغريب ان انت تجيب لهم الاقوال بتاعتهم يعني بتاعت الائمة ما يرضى الشيعي ان هو ياخد بيها. ده الحديث ما كنتش عرضته، بيقول ايه؟ بإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال اتى امير المؤمنين عليه السلام قوم يستفتونه فلم يصيبوا، فقال لهم الحسن عليه السلام هاتوا فتياكم فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فإن أمير المؤمنين عليه السلام من ورائكم فإن أخطأت. طبعا الفقيه جزء 4 صفحة 31 صفحة 9. طيب يبقى ده كده كتب الشيعة. تعالوا نروح برضو لكتاب آخر شيعي، الأماني لشيخهم طبعا المفيد، بيقول إيه؟ وبالإسناد الأول عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم صاد، يعني هو كاتب صاد، يقول للناس بالكوفة يا أهل الكوفة أروني لا أعلم ما يصلحكم بلى ولكن أكره أن أصلحكم بفساد نفسي. يعني هو المعصوم يخاف على نفسه الفساد. طبعا الروايات كتير في هذا المجال، يعني سبحان الله، يعني المعصوم الأول الحسن يقول لك أنا ممكن أخطئ، والثاني يخاف على نفسه الفساد، فإن كان معصوما فلماذا يخشى على نفسه الفساد. طيب تعالوا ناخدوا رواية تانية عن فاطمة. طبعا الرواية ديت حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا عبد الله بن موسى عن قيس عن أبي هارون قال أتيت أبا سعيد الخدري فقلت له هل شهدت بدرا؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة عليه السلام وقد جاءته ذات يوم تبكي وتقول يا رسول الله عيرتني نساء قريش بفقر علي، عيرتني نساء قريش بفقر علي. امرأة عادية جدا 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 ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أصل إحنا للأسف الشديد دائما ما نغالي، يعني نغالي في فاطمة رضي الله عنه وأرضاه عشان لما يصدر منها حاجات دي يقول لك لا 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 يستحيل الحاجات دي تصدر من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لا عادية، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بشر عادي جدا جدا جدا، يخطئ كما أخطأ البشر، يقع في العاطفة كما يقع البشر. فهي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عيرتني نساء قريش بفقر علي. وطبعا كلمة بفقر علي دي نحط تحتها 30 ألف خط عشان اللي يقول لك أن علي بن أبي طالب تصدق بالخاتم بتاعه، أصلا ما كان عليه زكاة وكان علي بن أبي طالب فقيرا. طيب نروح لرواية أخرى. بص يا اخوانا الرواية ديت بتقول ايه؟ الرواية الاولى طبعا في نهج البلاغة وسائل الشيعة وباب حكم طلب المبارزة، فهنا علي بن ابي طالب ينهى عن طلب المبارزة. يعني ايه؟ يعني انت ما تطلب المبارزة من احد، يعني ما تشيل سيفك وتطلب المبارزة من احد. عن محمد بن حسن رضا في نهج البلاغة قال امير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام لا تدعون الى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب فإن الداعي باغ والباغي مسروع. يعني أنت ما تكون أول
ان انسان يطلب المبارزه، لا خلي غيرك هو اللي يطلب المبارزه لان الداعي للمبارزه باغ. طيب في روايه ثانيه بقى في كتاب وسائل الشيعة تقول عن سهل بن جعفر عن محمد الأشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال دعا رجل من بني هاشم الى المفروض المبارزه فابى ان يبارزه فقال له امير المؤمنين ما منعك ان تبارزه؟ قال كان فارس العرب وخشيت ان يغلبني. فقال له امير المؤمنين فانه بغى عليك ولو بارزته لغلبته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغ. وقال ابو عبد الله عليه السلام ان الحسين بن علي عليهما السلام دعا رجل الى المبارزه، دعا رجل الى المبارزه، يعني الحسين هو اللي دعا الى المبارزه، فعلم به امير المؤمنين عليه السلام فقال لئن عدت الى مثل هذا لاعاقبنك. يعني امير المؤمنين عليه السلام قال للحسين لو عدت لطلب المبارزه ثاني حعاقبك، يعني الله المستعان. ولئن دعاك احد الى مثلها فلم تجبه لاعاقبنك، اما علمت انه باغ؟ يعني لو انت طلبت المبارزه حعاقبك، ولكن لو حد طلب المبارزه فبارزه. تمام؟ فهنا يعني الحسين رضي الله عنه وارضاه اخطا على كلام المعصوم لانه طلب المبارزه، وهناك نهي عن طلب المبارزه. طبعا يا اخوانا الادله كتير جدا 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 جدا، يعني من احاديث القوم. فسبحان الله، يعني انا مش عارف بصراحه يعني الشيعة جابوا اصلا العصمه منين. طبعا هنا الروايه بسند طويل جدا وتنتهي بابن عباس. طبعا يجي واحد يقول لك ابن عباس ومش ابن عباس، لا عندكم روايات بتاخدوا من ابن عباس عادي على فكره. تمام؟ والنقطه الثانيه يعني بتاخدوا رزية ابن الخميس من ابن عباس وبتهللوا لابن عباس، لكن لما ابن عباس بيروي حاجه في كتبكم تقعدوا تقولوا ابن عباس، لكن الله المستعان ما فيش مشكله. انا ما يهمني اصلا السند عند الشيعة لان كل واحد ماشي بدماغه. ولكن بتقول ايه الروايه يا اخوانا؟ بتقول لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة خيبر قدم جعفر عليه السلام من الحبش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر أو أسر تمام، أسر بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، وكانت مع جعفر جارية فأهداها إلى علي عليه السلام، فدخل فاطم عليه السلام بيتها فإذا رأس علي في حجر الجارية، فلحقها من الغيرة ما يلحق المرأة على زوجها، فتبرقعت ببقعها تمام، وضعت خمارها على رأسها تريد النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه عليا. يبقى هناك الآن واحد أخطأ، إما أن يكون أخطأ عليه بوضع الجارية أو رأس الجارية في حجره، أو أن فاطمة أخطأت عندما غضبت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بصوا بقى يا أخوانا نكمل. فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك هذه فاطمة أتتك تشكو عليا فلا تقبلن منها، يعني ما تقبلش منها. هي لو كلامها هو الصحيح فليه ما يقبلش النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ إذن كلامها خطأ وغضبها خطأ. ولكن نسأل سؤال هنا في عندما كانت غضبا على علي بن أبي طالب، هل النبي صلى الله عليه وسلم والله كانوا يعني غضبانين على علي بن أبي طالب ولا لا؟ يعني لما فاطمة غضبت، انت مش دايما انتوا اللي بترددوا للرواية يعني التي جاءت في علي ونسبتوها لأبي بكر الصديق عندما قال أن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني، وفي رواية فاطمة بضعة مني يغضبني ما أغضبها. تمام؟ فدايما تقولوا من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم أغضب الله. طيب آدي فاطمة كانت غضبة على علي بن أبي طالب، فهل عندما غضبت فاطمة على علي بن أبي طالب يعني حين ذاك يعني أو حينئذ يعني كان الله عز وجل غاضب على علي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب على علي بن أبي طالب؟ الله المستعان. طيب نشوف غيره. بيقول ايه اخوانا في طبعا اصول الكافي الجزء الثاني الى اخره، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله يتوب الى الله عز وجل في كل يوم 70 مرة، فقلت أكان يقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال لا، ولكن كان يقول أتوب إلى الله. قلت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب ولا يعود، ونحن نتوب ونعود، ونحن نتوب ونعود. طيب نعود إلى إيه؟ دي بقى اللي عايزين الشيعة يفسروا عنه. وطبعا الأدلة كتير جدا 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 من كتب الرافضة على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبهم ما يصيب البشر، ويقعون أيضا في الأخطاء كما أوردنا في الأحاديث. فأنت عشان تنسب هالة أو تنسب عصمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليك الدليل. فنحن نقول للشيعة أين الدليل على العصمة؟ يعني أنتم نسبتوا العصمة ل13 واحد أو 12 واحد وامرأة، فأين العصمة؟ يعني أين الدليل على العصمة؟ ولماذا العصمة أصلا؟ يعني ليه العصمة ليه؟ تمام؟ فالله المستعان.